15,100 ملكة نبوية، ونشأ في بيت علم ورئاسة وشرف، فأبوه عبد الوهاب كان فقيها قاضيا، وجده سليمان كان مفتي بلاد نجد ورئيس علمائها، وأعمامه هو أبناء أعمامه كانوا أهل رفعة وعلم ومكانة. الله أكبر. كانت بلدته عيينة وما حاورها وبلاد نجد تعج بالعلماء الذين كانوا على صلة وثيقة بعلماء الحنابلة في الشام والفلسطين وغيرها، فكان فيهم فقهاء متبحرون في الفقه. حفظ الشيخ محمد القرآن صغيرا، وقرأ الفقه والتفسير والحديث على أبيه وعلماء بلده حتى ألم بما عنده في وقت يسير، مع التروي والمناقشة والتدبير، حتى أعجب به والده ومشايخه وزملاؤه. ثم تطوع إليه مزيد من العلم، فأقبل على كتاب الله وتفسيره قراءة وتدبرا واستنباطا، وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، واستنتج منه الاستنتاجات العجيبة، وقد دون هذه الاستنباطات الفريدة في كتبه ورسائله وفتاويه، وعكف على كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإمام ابن القيم، خصوصا كتب العقيدة. نعم. ثم علت به همته وطموحاته، فسافر إلى علماء الحرمين وعلماء الأحساء وعلماء البصرة والعراق، والتقى بهم، وأخذ عنهم علما غزيرا في الفقه والحديث وعلومه، حتى تضلع بالعلم، وأخذه عن كل من تمكن من الالتقاء بهم علماء عصره، ومطالعة كتب من تقدمهم من الأئمة المحققين، ودراسة التفسير والحديث دراسة باحثة مدققة. وعندما نظر إلى واقع أهل عصره، وجد الفوضى الشاسعة بين هذا الواقع وبين ما دل عليه الكتاب والسنة، وما كان عليه أئمة السلف الصالح في الاعتقاد والمنهج. فالعلماء في وقته في الغالب مشغولون بدراسة الفقه وعقائد علماء الإسلام المخالفة لاعتقاد السلف، دون تمييز بين الصحيح والسقيم. والعامة المنهكون في البدع والخرافات والشركيات ودعاء الأموات، دون أن يهب أحد من العلماء فيما أعلم من إصلاح هذا الواقع العليم والمقطع الوخيم. عند ذلك لم يسعي الشيخ محمد رحمه الله السقوط لم يسع عند ذلك لم يسع الشيخ محمد رحمه الله سقوط عن التغيير والإنكار والدعوة إلى الإصلاح والعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وتسلية العقيدة الإسلامية مما عرف بها، وغير وجهها وبهجتها وعكر صفوها ونورتها. فعزم على القيام بالدعوة إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، وباشر الدعوة في بلده قريبلا التي استقر فيها والده، ثم طرد منها، ثم طرد منها، ثم ذهب إلى العيينة، ولم يستقر فيها، فذهب إلى الدرعية فوجد فيها القبول والترحيب على يد أميرها محمد بن سعود رحمه الله. الله أكبر. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. نعم. هنا في مسألة مهمة جدا يطرحها أهل البدع، يقول أن الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى خرج على الدولة العثمانية، فهو خارجي، ها، ولم يكن إيش تحت إمرة الحاكم العثماني اللي يسمونه الخليفة. طبعا الدولة العثمانية كانت دولة، ما كانت خلافة بحيث أنها تحكم جميع بلاد المسلمين، يعني ما وصلت إلى إيران وباكستان وشمال أفريقيا والصين، هذه كلها بلاد وصلها الإسلام، ما كانت تحكمها كلها، كان لها دول لها ممتدة على دول معينة. ومن الدول التي لم تسيطر عليها ولم ترسل نفوذها عليها بلاد نجد، كانت عبارة عن إمارات، حتى قيل أن الرياض لها، الرياض كان فيها 5 دول، يعني 5 إمارات كل الناس مجموعة لهم أميرهم وقبيلته وأهله وسكان تلك البلد. فكان الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى من بلد العيينة، ثم انتقل إلى حرم لا، ثم رجع إلى العيينة، ثم رجع إلى، ثم خرج إلى الدرعية اللي فيها الشيخ اللي فيها محمد ابن سعود اللي هو جد حكام الحاليين في المملكة. فما خرج على الدولة العثمانية، ولا كانت أصلا الدولة العثمانية تحكم بلاد نجد، لا تروحون بعيد، حتى الكويت ما كانت تحت إيش الدولة العثمانية، ولو كانت الكويت تحت الدولة العثمانية لوجدت آثار على ذاك، يعني ما هو تاريخ قديم، كان وجدت مثل كلمات تركية في آثار في متاحف في حاجة، ما في الكويت هذا الشيء. الدولة العثمانية كانت في العراق، كانت في الشام، في سوريا، في لبنان، في مصر، ما أتت على إيش على نجد، وما كان فيها شيء نجد حتى أن
يعني ايش تتعنى وتذهب يعني ما كان لا فيها بترول ولا فيها شيء، فيها ناس في واحات قليله شيء من النخل وشيء من الغنم والابل، ما فيها شيء، وما كان في وسائل مواصلات وطيران وكذا انتشار بحيث ياتوا الى كل هذه البلاد. وصلوا الى اليمن نعم، لكن ما وصلوا الى هذه البلاد. فالشيخ محمد الوهاب ما كان تحت امرتهم ولا خرج عليهم، وانما هذا كلام اهل البدع حتى يصوب بانه ايش؟ بانه خارجي. انتبهوا لهذه المساله مهمه جدا. نعم. فوصل الشيخ رحمه الله وعلمه مكافاه الامراء، وراسل علماء البلدان وامراءها يدعوهم الى الله ويبين لهم ما هم واقعون فيه من مخالفات، والف الكتب واجاب عن استشكالات من التبس عليهم الحق والباطل، فاستجاب لدعوه الشيخ من كان واقفه بالحق وعاند من كان دافعه التعصب للباطل، فلم يرى الشيخ رحمه الله بدا من جهاد هؤلاء بالحجه واللسان من قبله وبالسيف والسنان من قبل ولاه الامر من ال سعود اثابهم الله. نعم. فكتب الله له النصر ولدعوته الانتداب والانتشار نتيجه لجهاد الامامين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود، هذا بالحجه واللسان وهذا بالسيف والسنان. وهكذا اذا سمع كتاب الله وسيف الجهاد انتصر الحق وانتحر الباطل. قال تعالى: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ونزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. هنا ايضا في مساله مهمه جدا، الشيخ محمد عبد الوهاب بالدعوه والحجه واللسان، والامام محمد بن سعود بالسيف والسنان. طب قاتلوا من؟ قلت الجزء العرب ما كان فيها لا يهود ولا نصارى ولا هندوس ولا مجوس، اذا قاتلوا من؟ كان فيها عباد قبور، كان فيها عباد اشجار، فهم اعترضوا على دعوه الشيخ محمد الوهاب، حتى من ان منهم من قتل الدعاة، قتل الدعاة اللي يدعون الى توحيد الله عز وجل، فكان لابد من الدفاع، لابد من نشر الدعوه. فهذا ما يتكلم فيه اولئك اللي يقول لك الشيخ محمد الوهاب قتل المسلمين، الشيخ محمد الوهاب خارجي، كل هذا هم ما ارادوا شخص الشيخ وانما ارادوا دعوته، لان هؤلاء اكثرهم يتعلقون بالاولياء والموالد والطرق، شيء نقشبندي وشيء رفاعي وشيء جيلاني وتعظيم قبور وموالد ودعاء غير الله عز وجل وذبح ونحر وحلف واستعاذه واستغاثه وتبرك، هذه دعواتهم وما هم عليه الآن مصادمة تماما لدعوة الشيخ محمد الوهاب. فدائما يجددوا ماذا؟ الشبه على دعوة الشيخ، وأنه سفك الدماء وأنه قتل الناس وأنه كفرهم، والحق أنه كان يدعو إلى توحيد الله عز وجل، لم يأتي بشيء جديد، وإنما جاء بالكتاب والسنة، دعا الناس إلى الدين الذي أرسل الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، بما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، بالهدى ودين الحق، بالتوحيد، بإخلاص الدين لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجاء إلى الناس بلا إله إلا الله، وقد تعرض للقتل وتعرض دعاة التوحيد، وهذا ليس فقط في زمن الشيخ محمد الوهاب، امتدت الدولة بعد ذلك إلى يومنا هذا، أيدها الله وثبتها على الحق، فهي الدولة الوحيدة التي تتبنى التوحيد وتدعو إلى توحيد الله عز وجل من بين سائر دول العالم، أنها قائمة على توحيد الله وتشجع التوحيد ولا يوجد فيها مظاهر الشرك، هذه الدولة الوحيدة، ولذلك الكل يحاربها، حتى الأحزاب اللي تنتسب إلى الإسلام تسمى أحزاب إسلامية أو جماعة إسلامية، أعدى أعدائها دولة التوحيد، يحاربون أكثر من إيران، أكثر من باكستان، أكثر من تركيا، أكثر أكثر، عندهم أكفر دولة وأكفر علماء وأضل ولاة هذه المملكة. لماذا؟ لأن المسألة دين، أرادوا الاعتقاد، أرادوا العقيدة، وإلا الكل عنده ما عنده من الأخطاء، الكل عنده ما عنده من الظلم، الكل عنده ما عنده من الاستئثار، يعني في حاكم فقير ميت جوع، كان لو واحد استلم منصب صغير ربما جمعية تعاونية أخذ لنفسه دون غيره، ولا مقصف في المدرسة بعد، يعني لماذا هذه الدولة بالذات يريدون هذا المنهج وهذا الدين الذي هم عليه؟ هذه الحقيقة. نعم تفضل. وقد صدر الشاعر كيف يقول: وما هو الا الوحي او حد مرهف تزيل غبار اخداع كل ماء، فهذا شفاء للقلوب من العمى وهذا شفاء العين من كل جاهل. نعم. وما هي الا فتره وجيزه حتى دانت العباد والبلاد من دعوه الحق واستقامت فيها عقيده التوحيد وما
صحيح. والله لو وجدت أهل سنة أهل حديث أصحاب معتقد مستقيم يوحدون الله عز وجل في الهند في باكستان في الصومال في المغرب في مصر في الكويت في الخليج إلا تجده متأثرا بمن؟ بدعوة الشيخ محمد الوهاب أبدا. وأنتم كما تعلمون يأتي الحجاج فيتأثرون بالمشايخ ويأخذون النشرات والكتيبات والمساء ويلتقون بالعلماء ونفس أيضا العلماء يبعثون طلبة علم ويستقبلون طلبة علم ويدرسون في الجامعات وفي المعاهد. فتجد هذه الدعوة سبحان الله بارك الله فيها في كل بلاد الدنيا في الصين في الهند في استراليا ألا تجد أثر دعوة الشيخ محمد الوهاب. نعم هذا حق هذه حقيقة وواقع. وها نحن الآن أين نحن من الشيخ محمد الوهاب؟ لسنا في مصره ولسنا في عصره ونقرأ ماذا؟ كتاب التوحيد. ولو تأملته إن شاء الله تستمر معنا تجد عجب العجاب كلامه قليل كله آيات وأحاديث حتى الأبواب يبوبها بالآية والحديث أو بمعنى الحكم أو يأتي به على سبيل الاستفهام كلامه قليل ربط الناس مباشرة بكتاب الله عز وجل ما أتى بشيء جديد. هو جدد الدين لم يأتي بجديد وإنما لما أعرض الناس عن الدين دعاهم من جديد إلى أن يعودوا ويرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فجزاه الله على الإسلام والمسلمين خير الجزاء. نعم. وكان من أعظم ثمارها قيام دولة التوحيد وتحكيم الشريعة المرضاة التي توالت ولا تزال ولله الحمد على هذه البلاد مهما عرضها المعوقات واعترض في طريقها من عقبات. قال تعالى: فأما الزاد فإنه الجفاء وأما ما ينفع الناس أن يمكث في الأرض. لقد لقي الشيخ رحمه الله كبير من الدعاة المصلحين المعارضات من خصومه واتهامات باطلة. فقيل عنه انه يريد الملك والسيطرة والتسلط، وهذا قيل في حق الرسل عليه الصلاة والسلام ان هو الا رجل. قال تعالى: يريد ان يتفضل عليكم. وقال تعالى: وتكون لكما كبرياء في الارض فكيف باتباعهم. وقيل انه جاء بمثل خامس، ولذلك صاروا يلقبون اتباعه بالوهابية لانه دعا الى ما يخالف ما الفوه من البدع والشركيات. نعم. وهذه كلية يكذبها واقع دعوته وكتبه وفتاويه، وأنه في اعتقاد على عقيدة السلف وفي الفقه عن منهج الإمام أحمد بن حنبل لم ينفرد عن المذاهب الأربعة بقول واحد، فكيف يكون له منهج خاص؟ قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم. ومن أراد معرفة الشبهات التي أثيرت حوله وحول دعوته فليراجع كتبه وما أجاب به عن تلك الشبه. والحق واضح من الله الحمد وضوح الشمس وهل تقويه الكذب والتلبيس، فلا يعتمد على كلام خصومه فيه وفي دعوته. نعم. ومنهم من أنكر ما قاله الشيخ من تجديد الفتوى، وقال إن حالة أهل مجد في وقته كانت على الاستقامة والصلاة، وفيهم علماء ودعاء، وما ذكر عن دعوة الشيخ وعن فساد الأحوال قبل دعوته إنما هو تأويل من المؤلفين وتعتيم على الواقع. ورد مثل هذا المضاد والجحود لما هو معلوم من المتواتر لا يحتاج إلى كثير عناء، وكتب خصومه من معاصريه وغيرهم تعج بالافتراءات والدعوة إلى الباطل، وما أظن هذه الفكرة إلا من إيحاء المستشرفين. نعم. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. نعم. ومنهم من يقول إن الشيخ لا يعتبر مجددا لأنه حنبلي مقلد. نعم. وكأن هذا قائل يرى أن العالم لا يكون مجددا حتى يخرج عن المذاهب الأربعة وعن أقوال الفقهاء، ومثل هذا لا يعرف معنى التجديد فهو يجهل بما لا يعلم. يعني سبحان الله، منهم من يقول أتى بمذهب خامس، ومنهم من يقول هو ليس بمجدد أصلا هو حنبلي ما جاء بشيء جديد. يعني شوف اتهموا بتهمتين متناقضتين، هو مجدد أو ليس مجدد. بعضهم يقول ليس مجدد أصلا هو حنبلي إيش جاء بجديد، وبعضهم يقول هو جاء بمذهب خامس ما أنزل الله به السلطان وخرج عن المسلمين. والحق أن معنى التجديد هو إعادة الناس إلى ما كانوا عليه من الدين الأول، كما قال الإمام مالك: لا يصلح آخر هذا الزمان إلا بما صلح به أوله. نعم. إن التجديد معناه إزالة وحرارة ما علم بالدين من خوافات وشركيات ومبتدعات ما أنزل الله به السلطان، وبيان الدين الحق والمعتقد
سن النعيش سن. وليس بشرط ذلك أن يخرج المجدد على المنهج الأربعة وأقوال الفقهاء ويأتي بفقه جديد. وهؤلاء الأئمة من المحدثين الكبار كانوا مذهبيين، فشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كان حنبليين، والإمام النووي وابن حجر كان شافعيين، والإمام الطحاوي كان حنفية، والإمام ابن معاذ البدري كان مالكية. نعم. ليس التمدد بأحد المذاهب الأربعة ضلالا حتى يعارض به صاحبه ولا نقص في العلم، بل إن الذي يخرج عن أقوال الفقهاء المعتبرين وهو غير مؤهل للاجتهاد المطلق هو الذي يعتبر ضالا وشاذا. صحيح. والشيخ رحمه الله لا يأخذ قول المذهب الذي ينتسب إليه قضية مسلمة حتى يعرضه على دليل، فما وافق الدليل أخذ به، ولو لم يكن في المذهب الذي يفرده إذا وافق قول أحد الأئمة الآخرين، لأن هدفه موافقة الدليل، وهذا في حد ذاته يعتبر تجديدا في الفقه أيضا بخلاف تقليد الأعمى والتعصب للمنقول. نعم. وأما كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد فهو من أعظم مؤلفات الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. طيب، لما قال من أعظم مؤلفات الإمام يعني معنى له إيش؟ له مؤلفات أخرى وأكثر، مؤلفات صغيرة، صغيرة القدر لكن صغيرة الحجم لكن كبيرة القدر. نعم. ألفه في بيان توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه والبراءة من ذلك، وبيان ما يناقضه من الشرك الأكبر أو ينقص كماله الواجب أو المستحب من الشرك الأصغر. نعم. وخص الشيخ هذا النوع من التوحيد لأنه هو الذي يدخل في الإسلام وينجي من عبادة. إذن وخص الشيخ هذا النوع من التوحيد اللي هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، توحيد العبودية، هذا هو يعني الموضوع هذا الكتاب. نعم. لأنه هو الذي يدخل في الإسلام وينجي من عذاب الله، وهو التوحيد الذي بعثت فيه الرسل وأنزلت في الكتب وخالف فيه المشركون في كل زمان ومكان. نعم. وأما توحيد الربوبية فقد أقر فيه المشركون ولم يدخلوا في الإسلام ولم يحرم دماءهم وأموالهم ولم ينجهم من النار، وإنما هو دليل وبرهان لتوحيد الربوبية. نعم. وإن كان علماء الكلام قد أتعبوا أنفسهم في تحقيق هذا النوع وبنوا عليه مؤلفاتهم في العقائد، وهو تحصيل حاصل وسعي بلا غائب، وليس هو التوحيد الذي جاء به الرسل. نعم. وإنما التوحيد الذي جاء به الرسل ودعت إليه هو توحيد الألوهية. نعم. كما قال تعالى: ولقد عهدنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك جعل الشيخ الموضوع هذا الكتاب الذي نحن بصدد شرحه من توحيد الألوهية وقسمه إلى أبواب، ووضع في كل باب ما يشهد له من الآيات والأحاديث، فهو مبني على الكتاب والسنة. قال الله قال رسوله، كما قال الشاعر: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك لخلاف سفاهة بين الرسول وبين رجل سبيل. نعم. ولم يرد الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب إلا ما صح من الأحاديث أو كان حسن الإسناد أو هو ضعيف الإسناد وله شواهد قوية أو هو داخل تحت أصل عام مما يشهد له الكتاب والسنة مما ترجم له الشيخ في أبواب الكتاب. نعم، وقعت في الكتاب هذا كتاب التوحيد بعض الأحاديث ضعيفة، لكن ما في أحاديث منكرة موضوعة لا، لكن في بعض الأحاديث لم يوافق على الاستدلال بها أو لم تثبت، وإنما كما قال الشيخ هنا قد يورد بعض الأحاديث سندها ضعيف لكن لها شواهد تقوي. نعم. ثم إن الشيخ رحمه الله يذكر في آخر كل باب من الصفات الآيات والأحاديث التي أودها فيه من مسائل العقيدة. نعم. مما يعتبر فقها لنصوص الباب بحيث يخرج القارئ بحصيلة علمية جيدة في كل باب. نعم، كل ما أتى بالباب أخر شيء قال وفيه مسائل، يعني فوائد الأولى الثانية الثالثة وهكذا. نعم. إن هذا الكتاب مبني على الكتاب والسنة ولم يبني على قواعد المنطق ومصطلحات المتكلمين التي خطرها أكثر من صوابها. الله أكبر. كان فيها صواب. نعم. فالقرآن الكريم كله في التوحيد لأنه إمام بعبادة الله وترك عبادة ما سواه، وإما بيان لجزاء الموحدين وعقاب المشركين في الآخرة، وإما بيان لنصر الله الموحدين وعقوبته المشركين في الدنيا، وإمام بطاعة بهم عن المعصية وذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإمام بموالاة الموحدين والبراءة من المشركين وذلك من لوازم التوحيد، وإما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وذلك مما يوجب محبته والخوف منه ورجاءه عنده. فالقرآن الكريم كما يقول العلامة ابن القيم كله توحيد. كله توحيد. نعم. شروح الكتاب. نعم. فقد دفع الله من هذا الكتاب وصاغ الله يحفظونه والعلماء يشرحونه ويوضحونه. نعم. وأول من شرحه حقوق المؤلف الشيخ سليمان بن عبد الله بشرح وافي لقينه توفي رحمه الله قبل أن يتم، واسم شرحه تيسير العزيز الحميد. نعم. الشيخ رحمه الله تعالى يعني أبناؤه وأحفاده
علماء فخدموا كتبه وملفته، أولهم سليمان بن عبد الله صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد، هو مطبوع متوفر الكتاب لكن ما أتمه، يعني لم يشرح الكتاب كله، توفي قبل أن يتم. نعم، وتوفي في شبابه أيضا. نعم. فجاء حميد الشيخ الآخر الشيخ عبد الرحمن بن حسن فهذا هذا الشرح وأتمه باسم شرحه فتح المجيد، وهذا من أعظم الشروح فتح المجيد، كان الشيخ بن باز يحبه كثيرا هذا الكتاب، كتاب جيد. نعم، عظيم. نعم. ثم اختصر هذا الشرح بعدة مختصرات منها مختصر الشيخ حمد بن عتيق واسم مختصره في طار التنديد، أيضا مطبوع هذا. نعم. ومختصر الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته، أيضا مطبوع متوفر. نعم. ومختصر الشيخ سليمان بن حمدان وله شروح أخرى قديمة وحديثة، وهناك كتابات حوله لباحثين جامعيين. نعم. نسأل الله أن يكتب الاستمرار لنفع هذا الكتاب في الأجيال اللاحقة كما انتفعت به الأجيال السابقة. نعم. تقريبا كل العلماء الدعوة شرحوا هذا الكتاب، لكن في شروحات ما حفظت، شروحات طبعت، شروحات تطورت، خدمت طباعة والتخريج، وبعضها طبع كثيرا وبعضها كرر طباعته وبعضها روجع وقوبل. نعم. قصتي مع هذا الكتاب. طيب. درست هذا الكتاب في الرياض في أثناء الإجازة الصيفية، وكان بعض الطلاب يسجلون تلك الدروس وتشاركهم إحدى دور التسجيل. وعندما أنهيت الكتاب والحمد لله وانتشرت تسجيلات وكثرت علي الطلبات في تقديمها من الأشرطة وطباعتها على شكل شرح للكتاب، وكنت أرفض هذه الطلبات وأعتذر لأن الكتاب ولله الحمد قد شرح بشروح كثيرة وكافية. نعم. وما جئت بجديد إلا أنها لما كثرت علي الطلبات في ذلك قلت لعل في تحقيق رغبة أصحابها خيرا، قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نعم. فبدأت بتدوير الأشرطة وكتابة ما فيها وأشرفت على ذلك وهدمته ونقعته حسب استطاعتي، وها هو بين يديك لما قال فما وجدت فيه الخير فهو من الله، وما وجدت فيه النقص والخطأ فهو بسبب تقصيري وقصوري، وأنت تفعل خيرا إذا أردتني وأعنتني على إصلاحه. نعم. وأسأل الله لي ولمن كان سببا في إخراج هذا الكتاب التوفيق في العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. طبعا الكتاب في تعليق للشيخ بن باز عليه كتاب التوحيد، وفي ايضا القول السديد للشيخ بن سعدي ايضا تعليقات نافعه على كتاب التوحيد، وفي شرح وافي وموسع نافع جدا القول المفيد للشيخ ابن تيميه رحمه الله عليه، وفي ايضا للشيخ عبد الصالح بن عبد العزيز على الشيخ ايضا شرحه واخرون. الكتاب يمكن فيه لو بحثت تجد اكثر من 40 شرح لكتاب التوحيد، فكتاب كتب الله للقبول، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به، وإن شاء الله نستمر في طلب العلم كل اثنين وأربعاء، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.